الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، المستعان، الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، كما يليق بكمالك وعد كماله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب. هذا وقت الحاجات يا حاضر لا يغيب. لا إله إلا أنت واحد ربنا يا مجمعنا، اغفر ذنبنا، اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي، بحرمة الأبرار يا عالم الأسرار. ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلماءنا والمسلمين برحمتك أرحم الراحمين، آمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين. فصل في عدد مبطلات الصلاة والذي يبطل به الصلاة. 11 شيئا: الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا، والعمل الكثير المتوالي كثلاث خطوات عمدا كان كذلك أو سهوا، أما العمل القليل فلا تبطل الصلاة به. والحدث الأصغر والأكبر، وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها، ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة فنفض ثوبه حالا لم تبطل صلاته، وانكشاف العورة عمدا فإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل صلاته، وتغيير النية كأن ينوي الخروج من الصلاة، واستدبار القبلة كأن يجعلها خلف ظهره، والأكل والشرب كثيرا كان المأكول والمشروب أو قليلا، إلا أن يكون الشخص في هذه الصورة جاهلا تحريم ذلك، والقهقهة، ومنهم من يعبر عنها بالضحك، والردة وهي قطع الإسلام بقول أو فعل. هكذا ذكر مبطلات الصلاة، ووقفنا عند انكشاف العورة، قوله في الخامس من مبطلات الصلاة وانكشاف العورة. يقول الشيخ إبراهيم البيجوري في حاشيته: أي كلها، وانكشاف العورة أي كلها، يعني كل العورة أو بعضها مما يجب ستره، يعني لو جزء من البدن الواجب ستره أو كل البدن الواجب ستره ظهر في لحظة من الصلاة بطلت الصلاة. وإنما عبر بالانكشاف دون الكشف إشارة إلى أنه لا يشترط أن يكون بفعله، أما بيقول وانكشاف العورة غير ما يقول كشف العورة. كشف العورة كأنه هو الذي كشفها، أما انكشاف العورة أي بغير فعله، ولو بريح رفع ثوبه أو شيء من هذا. وإنما عبر بالانكشاف دون الكشف إشارة إلى أنه لا يشترط أن يكون بفعله، كما لو طيرت الريح سترته إلى مكان بعيد أو قريب ولم يستر عورته في الحال. طبعا لو الريح مثلا رفعت ثوبه فظهر جزء من فخذه فأنزله في الحال لا تبطل صلاته، لكن لو تأخر في الستر تبطل صلاته. عمدا فإن كشفها الريح، بيقول لك وانكشاف العورة عمدا فإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل صلاته. يبقى لو كشفها هو عمدا، زي واحد مثلا بيصلي فوجد ان في قطع في ثوبه فظهر جزء من فخذه، احيانا البنطلون اللي نلبسه ده تلاقي فيه مثلا قطع كده من الخياطة عند الفخذ فتكتشفه وانت بتقرا التشهد، لان جزء من فخذك ظهر. فإن سترتها في الحال بيدك وأنت جالس بمجرد علمك يبقى إيه، لا تبطل صلاتك لو سترتها في الحال.
لكن لو علمت أنها هكذا طول الركعات وأنت لم تكتشفها إلا الآن فتكون بطلت صلاتك كلها. تقوم إيه تعيد الصلاة مرة أخرى بثوب آخر. بتحصل أحيانا مثل هذه الأشياء، يكون في قطع في الثوب فلا تدركه. وفي أحيانا الناس في الصيف يجي يوطي كده، يقوم إيه يرتفع ملابسه الداخلية، وأحيانا يبقى بغير ملابس داخلية، يكون لابس قميص كده قصير أو تي شيرت يسموه، فيبقى إيه ضيق، ويكون هو مثلا جسمه ضخم شوية، فيجي يوطي يبان جزء من ظهره، ودي مشهورة بتظهر. فإذا كان الجزء ده يعني يوازي ما تحت السرة إلى الركبة بس من الخلف، بطلت صلاته، وعليه إنه يعيدها، وعليه إنه ما يصليش بالتيشيرت ده والملابس الضيقة، وإلا لازم يلبس ملابس خاصة للصلاة، إن كان ولا بد يلبس الملابس دي، فيبقى معاه بقى ملابس خاصة للصلاة، زي المرأة غير المحجبة تلاقيها لما تيجي تصلي تروح مطلعة الطرحة من شنطتها ومغطية رأسها، لأنها لو صلت على حالها التي هي فيها سافرة تبطل صلاتها. فبتبقى عاملة استعداد لنفسها، حاطة في شنطتها الطرحة وماشية بيها في الشارع، يجي وقت الصلاة تروح لابسة الطرحة عشان تصح صلاتها. وإن كان طبعا خروجها بهذه الصورة حرام، إلا إنها مش معنى كده إنها مع إنها يعني عشان بتغطي شعرها في أثناء الصلاة يبقى اللي بتعمله اللي قبل كده حلال، لا بنقول برضو حرام، لكن هي عاملة حسابها في الصلاة إن ليها هيئة مخصوصة. كذلك اللي بيلبس التيشيرت ده ومش عايز يبطل لبس هذه الملابس، ده احيانا يلبسه بنطلون يكون قرب يقع، ليه كده الحجر بتاعه صغير طالع موضه دلوقتي كده، لدرجه انه لو جاء هرش في راسه تبان صورته ويبان جزء من بطنه. فاذا كان لابد هيلبس الملابس دي علشان الموضه غلباه ولابد يمشي كده مسكين، يبقى ساعتها ياخد معاه كيس في بقى لبس خاص للصلاة زي الطرحة اللي بتشيلها الست في ايدها وهي ماشية، هو رايح كليته ورايح شغله، يبقى ياخد معاه شنطة بقى فيها جلابية فيها أي حاجة يستر بيها نفسه. ولكن الأولى إن هو يلبس ثوب صالح للصلاة في كل أحواله، ده الأولى بالإنسان المعتدل. لكن إن كان ولا بد هو غير معتدل فلا أقل إن هو يستعد لصلاته استعداد مخصوص، وإلا هتضيع عليه صلوات كثيرة. فإن كشفها الريح خرج بالريح غيره ولو بهيمة كقرد أو غيره مما أو غير مميز فيضر ولو سترها حالا. يعني فإن بيقول لك الريح، لكن لو كان بهيمة أو إنسان أو طفله مثلا جاب يلعب معاه كده فراح رافع له الجلابية وهو بيصلي، فهمت إزاي؟ طب لما بيقول لك الريح هنا مش مثال، ده مقيدة بالريح، إنما لو أي شيء تاني آخر ولو بهيمة، ولو عنده حتى بهيمة زي قرد مدرب ومربيه في البيت عنده فبيهزر معه وبيصلي رفع له ثوب تبطل صلاته. كانوا زمان في ناس تربي قرود في البيوت، ودلوقتي لما بقوا العيال زي القرود بطلوا يربوا قرود. يبقى خرج بالريح غيره ولو بهيمة كقرد أو غيره أو غير مميز فيضر ولو سترها حالا. فالريح قيد معتبر، يقول لك الريح هنا قيد معتبر مش مثال، مش تقيس عليها أي حاجة تانية، لا ده قيد معتبر، خلافا لما جرى عليه المحشي من أنه ليس قيدا بل غير الريح مثله. فالمعتمد المتلقى عن الأشياخ قديما وحديثا خلافه، لأن غير الريح له اختيار في الجملة، غير الريح له اختيار في الجملة، إنما الريح لا اختيار لها في الجملة، مش كده برضه؟ فلا يقاس عليها غيرها. المحشي اللي هو البرماوي صاحب الحشية اللي قبل الشيخ البيجوري اعتبر ان الريح مثال وليس قيد معتبر، مثال فقط. ولكن يقول لك المعتمد اللي عليه المشايخ والتلقي ان الريح قيد معتبر، اما غير الريح فله اختيار في الجملة، كده برضه؟ فلا يقاس عليه، لان عشان تقيس على حاجة لازم تبقى موافقة للمقاس عليه في كل الوجوه. فسترها في الحال أي قبل مضي أقل الطمأنينة. يعني إيه بقى في الحال؟ حدوها بقدر الطمأنينة، لو طال عن قدر الطمأنينة، والطمأنينة قدر سكون الأعضاء كويس، فإن طال الزمن عن هذا يبقى هنا تأخر وتبطل صلاته.
وقول لم تبطل صلاته أي لأنه يغتفر هذا العارض اليسير ما لم يتكرر ويتوالى، بحيث يحتاج في الستر معه إلى حركات كثيرة متوالية وإلا بطلت صلاته. يعني الريح متكررة وقاعدة تشيل ثوبه وينزله ويشتري وينزله، في الحركة بقت كثيرة تبطل صلاته، ويطلع بقى ويصلي في حتة ما فيهاش ريح. فهمت ازاي؟ الانكشاف العورة، ما هو حل اتنين، الحركة الكثيرة وانكشاف العورة، هتجتمع عليه كله. الحاجة الثالثة السادسة تغيير النية، ودي بتغيب على كثير من الناس. تغيير النية داخل صلاة الفريضة يبطلها، تغيير النية داخل صلاة الفريضة يبطلها. وزي ما اديت لك المثال ان الانسان ممكن يكون بيصلي تحية مسجد او سنة قبلية في مسجد على انه ينتظر حد يجي يصلي مع جماعة، فهو بيصلي صلاة السنة يأتي انسان ينوي خلفه فيقول لك اما خليها الفريضة بقى. ما ينفع، لو خلاها الفريضة بطلت صلاته، لا صحت سنة ولا صحت فرض، يبقى تغيير النية يبطل ايه الصلاة. او مثلا نوى فرض الظهر وبعدين هو بيصلي الظهر كده افتكر ان هو ما صلاش العصر امبارح، قال خليها طب عصر امبارح بقى، ما ينفع هو نوى. فهمت؟ لا حطال كده ولا طال كده، لا نفع الظهر النهارده ولا عصر امبارح، لانه غير النية بعد الدخول فيه. فهمت بقى؟ فيبقى لازم الانسان تكون النية جازمة، النية جازمة ومستمرة الى اخر الصلاة. النافلة يجوز ادخال نوايا عليه، يجوز ادخال نوايا عليه. زي ايه؟ زي انا بصلي تحية المسجد فرحت مدخلت معاها قضاء حاجة، استخارة، ركعتين سنة احرام، ركعتين سنة قبلية، دخلت معاها سنة وضوء، تمشي ما يدورش. ولو صليت فريضة الظهر مثلا او فريضة العصر منفردا ثم بعد ما دخلت في الصلاة وأنا في الركعة الثانية أو الثالثة وجدت جماعة وجت وقفوا جنبي، ليه؟ إن أنا أنوي لإيه؟ الاقتداء بهم، وده ما يعتبرش تغيير نية، لأن تظل ظهر برضه أو عصر برضه زي ما نويت، بس نويت إنها تبقى مع جماعة، فنية الاقتداء ليست تغيير نية. فهمت إزاي؟ نية الاقتداء أثناء الصلاة ليست تغيير نية كنية الجماعة أثناء الصلاة. جيت أنا نويت صلاة العشاء مثلا، فبعد ما صليت ركعة أو اتنين جاء واحد نوى ورايا، فرحت ناوي إنها تبقى جماعة وإمام، يجوز، مش تغيير نية دي. فهمت إزاي؟ ده تغيير هيئة، هيئة بدل منفرد بقت جماعة، فمش هاش تغيير نية. تغيير النية إنك تتغير مسمى الصلاة نفسه. فهمت؟ هنقرأ على أي حال كلام الشيخ. لو كانوا أمامه مش مهم إن هو يتقدم يبقى معاه، لكن لو كانوا خلفه ما ينفعش ينوي طالما الإمام خلفه. لكن لو هو في مؤخرة المسجد فوجد جماعة في مقدمة المسجد له أن ينوي الاقتداء بهم وهو في مكانه ويصلي وهو في مكانه. كويس؟ فبيقول لك وتغيير النية أي ولو إلى صلاة أخرى، فلو قلب صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت صلاته، عالما عامدا، إلا إذا قلب فرضا نفلا مطلقا. هنا اللي ينفع بقى، لو قلبها بدل ظهر مثلا قال طب خليها بقى السنة القبلية على ما يجي حد يبقى يصلي معايا مثلا بعد ما كان نوى ظهر، تنفع. كويس؟ لو قلبها فرض نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها، كان نوى 4 ركعات فخلاها 2 عشان يدرك جماعة، كل ده ينفع. لم تبطل صلاته بل يندب له القلب، هنا في الحالة دي يندب له القلب لإدراك الجماعة إن كان الوقت واسعا طبعا، فإن كان ضيقا بأن كان بحيث لو قلب لم يدرك الصلاة بتمامها في الوقت حرم القلب. خد بالك هنا إن هو قال لك إن النفل المطلق مش النفل المقيد، يعني خليها لله خالص كده، ما يقيدهاش نفل مقيد، ما يخليهاش مثلا ضحى. فهمت ازاي؟ لان دي نفل مقيد. لكن لو خلاها وبرضه ما يخليهاش سنه قبليه، يخليها مطلقه لله. كويس؟ ده على حسب ايه كلامه هنا.
لم تبطل صلاته بل يندب له القلب إن كان الوقت واسعا. إمتى يقلب بقى؟ بعد ما كان خلاها 4 ركعات وبعدين لقى في جماعة وهو بيقرأ التشهد الأوسط، فقال لما أخليه التشهد كامل وأسلم عشان أدرك الجماعة. الأفضل إنه يعمل كده لو كان الوقت متسعا بحيث يقدر يستطيع إنه يصلي الفرض كله في الوقت. لكن لو عمل كده وترك وراح يدرك الجماعة وهيدرك جزء من الصلاة في الوقت والجزء التاني خارج الوقت، يبقى ما يعملش، لأن إدراك الصلاة كلها في الوقت منفردا أولى من إدراك جزء منها في الوقت وجزء منها خارج الوقت جماعة. فهمت؟ لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الجماعة. فهمت؟ مراعاة الأداء نفسه. فإن كان ضيقا، يعني الوقت ضيقا، بأن كان بحيث لو قلب لم يدرك الصلاة بتمامها في الوقت حرم القلب، فلو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى لم تصح، أو كانت الجماعة غير مشروعة، كما لو كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز له القلب كما ذكره في المجموع، أو كانت الجماعة غير مشروعة كما لو كان يصلي الظهر هو فوجد من يصلي العصر فلا يجوز له القلب كما ذكره في المجموع، وكما لو كان الإمام ممن يكره الاقتداء به كان يكون صاحب بدعة أو شيء من هذا، يبقى في الحالة دي برضو ما يقلبهاش، فلا يندب القلب بل يكره. ولو قام للثالثة من الثلاثية أو الرباعية لم يندب القلب بل يباح. ولو قام للثالثة من الثلاثية أو الرباعية لم يندب القلب بل يباح. وكذا لو كان في الأولى ولو من الثنائية، لأن النفل المطلق يجوز فيه الاقتصار على ركعة. يعني ولو من الثنائية يعني يباح له القلب، كأنه بيقول ولو من الثنائية يباح له القلب، لأن النفل المطلق يجوز فيه الاقتصار على ركعة. ولو قام للثالثة من الثلاثية، من الصلاة الثلاثية كالمغرب مثلا، وبعدين لقى في مغرب مقام جماعة، له أن يقلبها نفل مطلق، واخد بالك؟ لأنه يجوز ان هو اقل النفل عند اقل الصلاه عندنا ركعه، ده على مذهبنا خلافا للاحناف. طب او الرباعيه لم يندب القلب بل يباح بقى، ما يفضلش انه يقلبها لكن يباح له. وكذا لو كان في الاولى ولو من الثنائيه يجوز له القلب برضه ولا يندب، لان النفل المطلق يجوز فيه الاقتصار على ركعه. قوله كأن ينوي الخروج من الصلاة أو يتردد فيه أو يعلق قطعها بشيء، دي من ضمن تغيير النية، إنه ينوي الخروج من الصلاة. يعني لقى التليفون رن وطول شوية كده وهو كان مستني مكالمة مهمة ومحدش رد على التليفون، فكرر كده في نفسه يقطع الصلاة ويرد على المكالمة المهمة وبعدين يبقى يصلي تاني، وبعدين يا دوب هيجي يقطع لقى حد إيه من عياله فتح بابه وخرج رد على التليفون. ففي الحالة دي تبطل صلاته، لأنه قرر الخروج حتى ولو لم يخرج، غير نية الجزم واستمرار في الصلاة. فهمت ازاي؟ يعني بيصلوا العصر في وقت الظهر، دي جماعة غير مشروع. بيدي لك مثال كده، بيقول لك مثال لجماعة غير مشروع، لأن هما بيصلوا العصر والعصر لسه ما ادانش. يرضيك الكلام ده؟ ناس ملخبطين وبعدين جايين عاملين جماعة، ينفع ان انا اخرج بقى واسوب صلاتنا الصحيحة الى جماعة غير مشروع؟ ما ينفع. قوله كأن ينوي الخروج من الصلاة اي او يتردد فيه، حتى يتردد اخرج ولا ما اخرجش، او يعلق قطعها بشيء وان لم يعلم وجوده فيها لمنافاة ذلك كله للنية، او يعلق قطعها بشيء يقول انا حصل لي ولو حصل حاجة ولا الباب خبط وأنا لوحدي هبقى أقطع الصلاة وأفتح، وراح دخل والباب ما خبطش، الصلاة دي نية غير جازمة، ما ينفعش الصلاة دي، ما تنفعش لأنه نيته فيها غير جازمة، حتى ولو ما حدش خبط لحد الآخر، لأنه دخل في صلاة بنية غير جازمة.
لأن يشترط في النية الجزم. فيقول لك: وإن لم يعلم وجوده فيها لمنافاة ذلك كله للنية، للنية الجازمة يعني. عموما قطع النية يعني النية الغير جازمة دي بتبطل الصلاة. وقوله: من الصلاة، بخلاف ما لو نوى الخروج من الصوم. الصوم مختلف بقى. أنا في الصيام نويت إن أنا أفطر، وبعدين بعد ما دخلت المطبخ لقيته ما عملوش أكل أو ما فيش أكل، فقلت خلاص بقى مش مهم أفطر، أكمل اليوم، صلاة صيامي صحيح. الصيام حكمه في تغيير النية إلى الفطر طالما لسه ما خلتش حاجة، يصح. فهمت ازاي؟ حتى في الفرض مطلقة، لكن في الصلاة لا. الصلاة لو غيرت النية وبعدين جيت بعد كده عايز اخليها جازمة ما ينفعش، تبطل الصلاة. وكذلك الاعتكاف كالصوم او الحج او العمرة، فلا يبطل شيء منها. يعني احرمت بنية الحج وبعدين بعد كده ايه، قلت اما اقطعوا العمرة، وبعدين بعد شوية كده قلت ما تخليه حج بقى وخلاص، نبقى نعمل العمرة بعدين. يبقى انا احرمت الاول للحج وبعدين قلت اقطعوا الى عمرة، وبعد كده قلت لا خليه حج بقى، او ادخلت عليه عمرة فصرت قارنا. كل ده لا يبطل، لا يبطل الحج ولا نيته. وكذلك الاعتكاف، قررت ان انا اقطع الاعتكاف واخرج، وبعدين ظهر لي ان مش الخروج مش محتاجه، يظل على اعتكافه كما هو. وقوله: من الصلاة، بخلاف ما لو نوى الخروج من الصوم أو الاعتكاف أو الحج أو العمرة، فلا يبطل شيء منها بذلك، لأن الصلاة أضيق بابا منها. الصلاة أضيق، يعني محرمات الصلاة كتيرة، فالصلاة ما تتحملش ده. إنما الاعتكاف ممكن تعتكف وتنام، تعتكف وتاكل، تعتكف وتكلم الناس. وكذلك في الحج تبقى محرم بالحج، وبتاكل وبتشرب وبتتكلم وبتتحرك وبتمشي كل حاجة، فواسعة. إنما الصلاة ضيقة، لا تتحمل ما لا يتحمله العبادات التانية، فالعبادات التانية بابها أوسع فتحتمل مثل هذه الأشياء. سابع حاجة: واستدبار القبلة. استدبار القبلة أي جعلها جهة دبري، وهو ليس بقيد بل المدار على التحول عنها بصدر. العبرة بالصدر، يعني مش شرط يلف لفة كاملة 100 360 درجة، لا ده لو 90 درجة، بحيث ان بقى ايه صدره الى جهه غير القبله، يعني ادي صدره هو للقبله فتحول كده 90 درجه. لكن تحول حاجه بسيطه كده ما يدورش، التحول البسيط ده ما يدورش. لكن العبره ان ايه، صدره كله مش رقبته، صدره. لكن لو التفت برقبته هكذا لا يدور. واضح؟ الالتفات بالرقبه مكروه، لكن لا تبطل الصلاه، ما يعتبرش استدبار للقبله او تحول عنه. العبرة بالإيه؟ بالكتف. واستدبار القبلة أي جعلها جهة دبره، وهو ليس بقيد بل المدار على التحول عنها بصدره، ولو يمنة أو يسرى، حتى لو حرفه إنسان قهرا عنه بطلت صلاته. واحد بيعدي بين الصفوف، بالذات بتحصل دي في أماكن الضيقة، وأنت راجل واقف بتصلي أهو، وبعدين جه واحد زقك كده وكان تخين شوية فخلاك رحت عامل كده لحد ما عديته، بطلت صلاتك كده. ولو كان قهرا تدخل في صلاه من اول يوم. دي بتحصل كتير في الحرمين، في الحج والعمره، تبقى ايام ساعات زحام شديد وتلاقي ناس قاعده بتعدي بين الصفوف، وايه والواحد يلتفت التفاته كبيره عشان بس يوسع لغيره. لكن في الحالات اللي زي ده، اما تلاقي واحد هيدفعك كده، تقدم انت خطوه، تقدم خطوه للامام وانت صدرك للايه؟ للقبلة، تقوم توسع له مكان يعدي، وبعدين يرجع الخطوة تاني، تقوم تبقى صلاتك صحيحة في الحالة اللي زي دي. فبيقول: بل المدار على التحول عنها بصدره، ولو يمنة أو يسرة، حتى لو حرفه إنسان قهرا، يعني زقه عنه قهرا عنه، يعني رغما عنه، بطلت صلاته. ولو عاد عن قرب لندرة ذلك، يعني ده شيء نادر، لندرة ذلك في الصلاة، بخلاف ما لو انحرف عنها جاهلا أو ناسيا. وعاد عن قرب فلا تبطل. لو انحرف جاهلا، يعني أنا رحت داخل في الجامع وبعدين إيه بصيت كده القبلة إزاي، فأنا اجتهدت كده والمحراب شكله
ملتبس. فرحت واقف شويه كده، وبعدين بعد ركعه من الصلاه او ركعتين بصيت لقيت واحد دخل راح عادلني شويه عشان يبين لي، فكنت ما يضرش دي، لان في الاول انا كنت جاهل مش متعمد. فهمت بقى المساله؟ وكذلك لو اجتهد في القبله في مكان ما يعرفش القبله، فاجتهد وصلى ركعه، وفي الركعه الثانيه أعادنا في الاجتهاد نفسه، فلا لا ده القبله مش كده، القبله الجهه الثانيه، فراح متوجه للجهه الثانيه، خلص ركعه كمان وبعدين الله ده مش كده، ده الجهه الثالثه، راح عمل كده، فصلى كل ركعه الى جهه، صلاته صحيحه لانه بيجتهد كل مره، كل مره بيجتهد مش متعمد. فهمت بقى المساله؟ بخلاف ما لو انحرف عنها جاهلا او ناسيا وعاد عن قرب. لو كان ناسي عاد بمجرد التذكر، جاهل بمجرد العلم عاد اليها ما يضرش. فاهم؟ فلا تبطل صلاته. نعم يجوز ذلك في النافله في السفر، طبعا النافله في السفر احنا بتصليها في جهه سفرك، فما فيهاش مشكله انك تستدبر القبله او تتحول عنها، وانت ساعات بتحود وانت بتسافر، تحود في الشوارع كده كل شويه، فساعات وانت في لحظه الحوده دي تبقى لجهه القبله وبعد كده تغيرت، ما يضرش. كل ده في نافلة السفر. وفي صلاة شدة الخوف برضه في أثناء الحرب، لأن بتحتاج الحرب مناورة، فقد تناور عدوك وأنت تصلي، فالمناورة دي تحتاج الحركة، تحتاج استدبار القبلة أو التحول عنها، فلا يضر برضه في صلاة شدة الخوف فريضة كما تقدم في شروط الصلاة. ويكره الالتفات بالوجه، يكره ما تبطلش الصلاة، يعني لو التفت بوجه يكره بس. ويكره الالتفات بالوجه يمنة أو يسرة إلا لحاجة، فلو كان لحاجة فلا يكره، لو كان لحاجة فلا يكره. قوله كأن يجعلها خلف ظهره، أي أو ينحرف عنها بصدره، فالاستدبار ليس بقيد كما علمت. والثامن والتاسع من مبطلات الصلاة الأكل والشرب. أنت عارف إن الطواف صلاة لأن الله أباح الكلام فيه، فلو أنت بتطوف كلت وشربت ما يضرش، مع ان الطواف صلاه الا انه مختلف عن الصلاه، ان ربنا اباح فيه الاكل والشرب واباح فيه الكلام. يعني لو انت بتصوم وانت صائم وجا المغرب جدا وفي جيبك تمره ليك تفطر عليها وانت ايه بتطوف، وانت ماشي بتطوف ما يضرش. فهمت ازاي؟ ومشهوره الحكايه دي في رمضان، تلاقي الناس واقفين على المطاف بالتمر وزمزم للطائفين، يجي المغرب جدا يدوهم وهم بيطوفوا عشان يفطروا وهم بيطوفوا، فما يضرش. بالرغم من طواف صلاة إلا أن الأكل والشرب فيه لا يضر، لأن الطواف واسع، صلاة بس يباح فيها الكلام، فيباح فيها الأكل والشرب ويباح فيها الحركة والمشي، فهي أوسع من الصلاة المعتادة. لكن الصلاة بتاعتنا دي ما ينفعش، مثلا يحط جنبه كوباية مية كده وبعدين يقعد يكح يكح في الصلاة ويتنحنح وبعدين ياخد بق مية، ما ينفعش. لكن في خطبة الجمعة ينفع، هو بيخطب الجمعة ممكن، يعني الإمام بيخطب الجمعة شارق مثلا وكح وجنبيه كوباية مية كده خد بق وكمل الخطبة ما يضرش. فهمت؟ لأن حتى لو نافلة ما ينفعش جوه الصلاة يبطلها. يبقى والأكل والشرب بضم الهمزة، والأكل والشرب بمعنى المأكول، يبقى والأكل والشرب بضم الهمزة والشين بمعنى المأكول والمشروب، كما يشير إليه قول الشارح كثيرا كان المأكول والمشروب أو قليلا، يعني خد قطمة واحدة أو كل طبقين ولا حلة كله زي بعضه تبطل صلاة، القليل زي الكثير، شرب بق واحد أو شرب كوز مية برضه ما ينفعش. ولا عايز تسأله أنت شربت مية ولا شاي تقيل ولا خفيف، معمول كشري ولا معمول، كل ده برضه يبطل بغض النظر عن هو بيشرب ايه. مش مطلقا. أما الأكل والشرب بمعنى الفعلين فيهما، وإن بطلت بهما الصلاة عند كثرتهما، ولو لم يصل إلى الجوف شيء من المأكول والمشروب فهما داخلان في العمل الكثير المذكور أنف. الأكل إذا كان بالفتح معناه فعل الأكل نفسه. افرض هو بيصلي فمد إيده على حاجة قدامه ومسكها كده وبنحطها في بقه، فقام واحد جنبه قال له يخرب بيتك انت بتصلي اوعى تاكل، فبعد ايه ما مضمضه دغه راح مطلعها
وراح ايه بالمنديل كده بس، ما عملش عمل كثير، ما يضرش، يستمر في صلاته ما لم يتغير ريقه، لان لو تغير طعم ريقه فابتلعه يبقى برضه كانه اكل، فهمت؟ يبقى ايه فعل الاكل ذاته ما لم يكن حركه كثيره لا يبطل الصلاه، فعل الاكل ذاته، لكن انه يبتلعه هو ده اللي مشكله، فهمت؟ عشان كده بيقول لك الاكل مش الاكل، لان الاكل هو الفعل ذاته، انما الاكل اللي هو انه يبتلع الشيء. فبيقول لك كثيرا كان المأكول والمشروب أو قليلا، كثيرا خبر كان مقدم واسمها مؤخر، يعني كان المأكول كثيرا أو قليلا، فكثيرا دي كأنها خبر كان المقدم، والمشروب عطف عليه، ولا فرق في الكثير بين الجاهل والناس وغيرهما، فتبطل الصلاة به مطلقا بخلاف الصوم، فإنه لو يبطله بالكثير من الجاهل والناس، إنما الصوم عندنا لو أكل نسيا أو جاهلا، لو أكل نسيا أو جاهلا حتى لو كل كثير ثم امتنع بمجرد تذكره أو بمجرد علمه صومه صحيح، لكن الصلاة لا بطلت صلاته، إنما الصوم إيه ده طبعا في مذهبنا إحنا الشافعية، لأن الكلام ده مختلف في المذاهب الأخرى. وفرقوا بين الصلاة والصوم بأن للصلاة هيئة مذكرة. قال لك طب وليه الحكم في الصلاة مختلف عن الصوم؟ قال لك لأن الصلاة أنت واقف بهيئة معينة، نادرا ما تنسى وأنت بتصلي إنك بتصلي، إنما الصوم مالوش هيئة مذكرة، بتتحرك وبتتكلم وبتروح وتدخل وتيجي، فكأنك أنت بتشتغل عادي، فممكن حد يقدم لك كوباية مية تروح شاربها وأنت مش واخد بالك ناسي، وبعدين بعد ما تشربها تقول الله ده أنا كنت صايم، لأن الصوم ملوش هيئة مذكرة، إنما الصلاة ليها هيئة مذكرة للإنسان بخلاف الصوم، وهذا إنما يصلح فرقا في الناس دون الجاهل، والفرق الصالح فيهما أن الصلاة ذات أفعال منظومة، والكثير من ذلك يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف مش فعل، الصوم ده كف عن إيه؟ عن المفطرات مش فعل، والكف ليس فعلا. فبيقول لك كثيرا او قليلا او اي ولو من الريق المختلط بغيره، ولو ابتلع الريق المختلط بغيره يعني، ولو كان بفمه سكره مثلا فذابت سكره مثلا، احنا نقول حته ملبس مثلا، ولو كان بفمه سكره مثلا، ولو كان بفمه سكره مثلا فذابت فبلع ذوبها بطلت صلاته، اذ القاعده أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة غالبا، كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة غالبا. وخرج بقولنا غالبا ما لو أكل قليلا ناسيا فظن البطلان، ثم أكل قليلا عامدا، فإن ذلك يبطل الصوم، لأنه كان من حقه الإمساك وإن ظن البطلان، فلما أكل بطل صومه تغليظا عليه، ولا يبطل الصلاة لأنه معذور بظنه البطلان. فبيقول لك وخرج بقوله غالبا ما لو أكل قليلا ناسيا فظن البطلان، ثم أكل قليلا عامدا بعد كده قال ما هو بطل البطل، فإن ذلك يبطل الصوم لو فعل ذلك في الصوم، لأنه كان من حقه الإمساك وإن ظن البطلان، فلما أكل بطل صومه الأكلة الثانية يعني تغليظا عليه، ولا يبطل الصلاة لأنه معذور بظنه البطلان ولا إمساك فيها. كل الصور دي صور نادرة طبعا، قد الإنسان يعيش عمره كله لا يراها تحدث أمامه ولا تحدث حتى ومنه، لكن الحاجات دي مهمة الواحد يعرفها برضه، إلا أن يكون الشخص في هذه الصورة جاهلا تحريم ذلك، أي صورة القليل بخلاف الكثير فلا استثناء فيه، وقوله جاهلا أي أو ناسيا للصلاة بخلاف المكره، فإنه تبطل صلاته لندرة الإكراه فيها، ولا بد في الجاهل أن يكون معذورا بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء بخلاف غير المعذور، يعني الجهل اللي يعذر فيه أن يكون حديث إسلام لسه جديد في الإسلام
وما يعرفش الاحكام دي، فاكل حاجه كده ولا حاجه وهو بيصلي، حط ايده في جيبه كده لقى نعناعه فحطيتها وهو بيصلي، وما بعد الصلاه قلنا له كده ما ينفعش، بيقول لك انا ما اعرفش، فخلاص فعدي له دي لانه جاهل، حديث عهد بالاسلام، او نشا في بلديه بعيده عن الاسلام، يعني نشا في بلاد بعيده وزي بعض القبائل اللي بتعيش كده منعزل سنين طويله قد تاتي عليها اجيال وما يعرفوش الدنيا فيها ايه، فما بيختلطش بالعلماء، ففي الحاله دي بقى يعذر لايه؟ لجهله بهذا الحكم، وبيتعلم بعد كده وما يعملش بعد كده. قول والقهقهة، يعني لما واحد ياكل وهو لم ينشأ في بادية بعيدة عن الإسلام، يعني طول عمره عايش في القاهرة واجل هذا الحكم، ما نعذروش لأنه ليس هو حديث عهد بإسلام ولا هو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، فهمت إزاي؟ لا يعذر بجهل، تبطل صلاة، فهمت بقى الحكاية؟ اللي بين الأسنان لو قالوا لو كتير يعني كده قد الحمصة وابتلعها عالما عامدا تبطل صلاته، كويس؟ لو حاجة كده قد رزتين كده ولا حاجة، لكن على أي حال إحنا ننصح طبعا العالم بالحكم إن هو ما يبتلعش أي شيء ولو قليل، يطلعها بطرف لسانه على شفته ويسيبها على شفته كده لحد ما يخلص صلاة أو يمسكها في إيده، وبعد كده بعد ما يخلص صلاة بيمسح، لكن ما يبتلعهاش، لأنه لو فعل كده وهو صائم هيعمل إيه؟ تبطل صومه، وإحنا قايلين إن إيه؟ إن ما يبطل الصلاة يبطل الصوم ويبطل الصلاة غالبا، مش كده برضه؟ فيبقى يبطل. والقهقهة مش مجرد التبسم، يعني لو ابتسم كده في الصلاة يعني فتح فمه كده في صورة الابتسامة ما يضرش، لكن ضحك لدرجة القهقهة بقى يهز نفسه كده تبطل صلاته، عند الأحنف ينتقد وضوءه كمان، لكن عندنا احنا تبطل صلاته وبعدين يدخل في صلاة جديدة. والقهقهة وهي ضحك مع صوت، والمراد هنا مطلق الضحك، ولذلك قال الشارح ومنهم من يعبر عنها بالضحك، ومحل البطلان بها إن ظهر بها حرفان فأكثر أو حرف مفهم، فالبطلان فيها من جهة الكلام المشتمل عليه، ولو غلبه الضحك لم تبطل صلاته إلا إن كثر، فيغتفر اليسير للغلبة كما علم مما مر. يبقى لو غلبه الضحك غصب عنه كده افتكر حاجة فضحك، بس ما ظهرش منه حروف، يعني افتكر حاجة كده فعمل كده وبقى يمسك نفسه تاني خلاص يخليه في صلاته، فهمت؟ أو شاف ابنه بيلعب قدامه وعمل حركة ضحك ومتابعه، أو بيتفرج على المسلسل هو بيصلي، ما أصل في بلاوي بتحصل، اسألني أنا عارف اللي بيحصل، يا ربنا ينجي. خلاص ما يظهرش منه حركات، خلاص يضحك من قلبه جامد، بس كده خرج عن الخشوع خالص، فصلاته قد تكون صحيحة فقها غير مقبولة عند الله، فهمت ازاي؟ لأن الفقيه بيتكلم على الصحة والبطلان مش على القبول والرفض من الله، قبول والرفض دي مسألة تانية بقى، دي شغلة المتصوفة، يعني شغلة المتصوفة بيبحثوا كيف يكون العمل مقبول، فهمت ازاي؟ والفقيه يبحث كيف يكون العمل صحيح، فمبحث الفقيه غير مبحث الصوفي، مبحث الصوفي أدق، لأن ليس كل عمل صحيح مقبول، مش كده برضه؟ فعلشان كده مثلا الصوفي يقول لك إيه، لازم ما تكونش عندك كبر وإلا صلاتك هتبقى غير مقبول، لازم يكون عندك تواضع، لازم يكون عندك شفقة بالناس ورحمة باليتيم والمسكين والضعيف، لأنك لو صليت وقلبك قاسي صلاتك مش مقبول، فهمت إزاي؟ لو كان صلاتك صحيحة ولكن انت مثلا لا تكثر من ذكر الله من الغافلين تبقى صلاتك برضو مش مقبول بنص الحديث، انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ورحم الارملة والمسكين وابن السبيل وقطع النهار في ذكري، مش كده برضو؟ هذه شروط قبول الصلاة اهي، فيبقى لو لم تتوفر شروط القبول قد تكون صحيحة غير مقبولة، فالفقيه يقول له صلاتك صحيح ما تعدهاش وإن كانت غير مقبولة كالصلاة في الثوب المغصوب وفي الأرض المغصوب،
عندنا صلاة صحيحة ولكنها غير مقبولة، أو الصلاة بوضوء بماء مغصوب، أو بتيمم بتراب مغصوب، كل دي صلوات صحيحة فقها غير مقبولة عند الله. فهمت ازاي؟ فيبقى الحكاية دي علشان كده اللي يضحك ولا يظهر منه يعني صوت ويتكرر منه هذا فيه نوع من الاستخفاف. ده انت لو ضحكت كده قدام رئيسك في العمل يمكن يحولك للتحقيق ويعتبرك بتسخر منه، مش كده برضه؟ فما بالك وانت قدام رب العالمين. ربنا يرحمك اكتر من العبد على فكرة، لو تكرر منك غصب عنك مرة واثنين كده وخلاص، لأنه مطلع عليك وهو أرحم بيك من غيره من الخلق. لكن لو تكررت كثيرا خرجت من الخشوع، مش كده برضه؟ فتبطل الصلاة بقى أحسن، لأنه فقال لك ليه لا تخرج بالتبسم بقى، التبسم اللي هو من غير صوت، مجرد إن شفتي إيه تنفتحان في صورة الابتسامة بس. لا تبطل به الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم تبسم في الصلاة، فلما سئل عن ذلك فقال: مر بي ميكائيل فضحك لي فتبسمت له كما بخط الميدان. النبي شاف سيدنا ميكائيل معدي عليه كده فابتسم وهو في الصلاة، فقام سيدنا محمد رد عليه بابتسامة لأنه ما يقدرش يرد عليه بالتحية المعتادة وهو في الصلاة، فاكتفى بالابتسامة. فهمت؟ لأن الابتسامة إشارة، كالإشارة في الصلاة تجوز برضه إذا كانت لضرورة، كرد التحية بالإشارة، مش كده برضه؟ فاستدلوا على أن الابتسامة في الصلاة لا تضر بخلاف الضحك، وقالوا الضحك الذي يبطل الصلاة هو خروج حروف منه تظهره. فهمت المسألة؟ والردة، الردة وهي قطع الإسلام بقول أو فعل، نسأل الله أن يسلمنا. أي ولو صورية، ولو صورية يعني ولو في صورة الردة، كأن يفعل شيء فيه كفر من صبي غير مكلف، فيبقى فعل صورة الكفر وليس بكافر، لأنه ما نحكمش بردته لأنه غير مكلف لسه، مش كده برضه؟ والردة أي ولو صورية كالواقعة من الصبي فتبطل بها الصلاة، كما نقل عن والد الروياني لمنافاتها الصلاة، وإن لم تكن رد حقيقية لأنها من صبي مش مكلف. يعني الصبي لو فعل فعل فيه رد في صورته لا نحكم بردته، لكن نحكم ببطلان صلاته. فهمت؟ والرد تعرفها هي قطع الإسلام، أي استمراره، يعني قطع استمرار الإسلام ودوامه، وقولي بقول أو فعل أي أو عزم. فالأول كأن يقول الله ثالث ثلاثة، ده قول المثال لقول الكفر يعني، والثاني كأن يسجد لصنم، والثالث كأن يعزم على الكفر غدا. يبقى كل الحاجات دي تبطلها. والوقت في ناس بقت تكفر بسبب الاستهزاء بشرع الله عز وجل، ما هو ده من دور الكفر. يبقى بيقول لك لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، لكن بيستهزأ بشرع الله، والاستهزاء بشرع الله كفر برضه، مش كده برضه؟ حتى لو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن ينكر ما عرف من الدين بالضرورة كإنكار الحجاب، ودي أمر مش سهل. ينكر أن الشرع الشريف يأمر المرأة بأنها تغطي عورتها ومفاتنها، ويقول أن هذا ليس من الشرع الشريف، فهذا خروج على إجماع المسلمين وما أجمعت عليه جميع الأديان. ده أنت حتى بتشوف الراهبات في الكنائس مغطيين نفسهم، يعني ده شيء متعارف عليه في جميع الأديان وجميع حتى المذاهب الروحانية حتى الباطلة منها. فهمت ازاي؟ فلما يجي يجمع يجي يقول لك لا فينكر ما عرف من الدين بالضرورة، ده كفر مسكين. وزي واحد برضو يجي يقول لك مثلا بدل ما الناس كلها تزدحم يوم عرفات يوم 9 ذي الحجة، ما نخلي لكل جنسية يوم ونخليه عرفات ليه، ويبقى عندنا السنة 12 شهر نعمل فيها كل شهر حج. ده بينكر ما عرف من الدين بالضرورة، الحج أشهر معلومات أيام معدودات، وتعرفت الأمة منذ عهد النبي، بل قبل عصر النبي، منذ ما إيه أذن سيدنا إبراهيم للناس بالحج وهم عارفين إن ده يوم الحج الأكبر. يجي واحد في الآخر يقول لك ليه ما نخلوش متعدد في العام الواحد؟ الحاجات دي كلها بتثار في الجرائد وهي كفر، كفر مش دلع، ده كفر كفر يعني. فالكفر كتير يعني،
فواحد يقول كده وبيصلي صلاته باطله لحد ما يتوب الى الله بعد كده. فهمت ازاي؟ صلاته باطله، قعد كده بيقول كده شهر شهرين ثلاثه، صلواته اللي صلاها في الشهرين دول باطلين لانه مرتد متلبس بالرد. فهمت المساله؟ يبقى الواحد ياخد باله من مثل هذه الاحكام. سب الدين، اصل سب الدين ده ساعات يقول لك الديك، ويقصد بالدين احيانا الخلق والطبع. ما هي الحكايه؟ حرام بس ما تبطلش صلاته الا لو قصد الدين هو الاسلام. اسلام، اصل العامي ساعات يقصد بالدين الطبع. فهمت ازاي؟ العامي كده، سان العامي. فلما يجي يقول الدين يقول يا اخي اصل ده طبعه زباله، ده زي الكفار، انا بسب طبعه. لما تيجي انا كلمت ناس كتير منهم اللي هم على لسانهم الحكايه دي، ما لقيتش ولا واحد فيهم قال انا اقصد دين الاسلام، ولا واحد. هم صحيح طبعا لسانهم زفر ووحشين ومش مؤدبين وكل، انا معاك، لكن هو ما قصدش. لما تيجي تراجعه، لكن انت اللي بينكروا الحجاب تراجعهم مصممين على رايهم، ده بيالفوا كتب وتجيب لهم لجنه العلماء يقولوا لا انتم متحجرين. الله، بخلاف بقى اللي بيسب الدين تيجي تقول له دين سيدنا محمد يقول لك لا استغفر الله، معقول؟ انا ما اقصدش كده. فهمت ازاي؟ التاني ما يقصدش كده. وبعدين كتير منهم يقول لك ديكك، مش كده برضه؟ ديكك وديك ابوك، واخد بالك؟ وميتينك وميتين ابوك، يعني كده، يعني شو بيقولوا كده؟ كلام صحيح فيه نوع من السوقية، انا معاك، وغير مقبول، انا معاك، بس صعب ان انا اكفره بيه. فهمت بقى المسألة؟ نعلمه الأدب، نعلمه البعد عن الفحش، نعلمه عن البعد عن البذاءة، لكن ما أقدرش أكفره بيه، خصوصا إن لما ما فيش واحد إلا وتراجعه يقول لك لا أنا ما أقصدش كده. فهمت بقى المسألة؟ كفر طبعا، سب الدين كفر، سب الدين المسلمين كفر. فهمت إزاي؟ فضيحة طبعا. سب النبي كفر، سب الملائكة كفر. يعني في إيه؟ الكفر أسبابه كتيرة، خد بالك. يعني واحد يسب الملائكة، يسب أحد الأنبياء ولو مش من نبينا سيدنا محمد، أي نبي آخر. زي زمان مثلا حصلت مشكلة في الجامعة، ناس سبوا سيدنا محمد، بعض النصارى في الجامعة في الستينيات، اتحكت لي يعني. فطالب في حقوق بيقولوا له مسلم، فلقى ان الجماعه المسيحيين بيسبوا سيدنا محمد في الكليه، قام قال لهم طب انتوا بتسبوا سيدنا محمد؟ اهو عيسى بقى بتاعكم ده ابن حرام، اهو ده كفر برضه، لانه جاي يدافع عن سيدنا محمد، سب سيدنا عيسى وسب ستنا مريم، كفر. فهمت ازاي؟ مع ان هو كان دافعه انه يدافع، لكن جاهل، جاهل جهول، بل ابو جهل نفسه، هو نفسه كده ابو جهل. فسب اي نبي كفر برضه. فهمت بقى المساله؟ فيبقى سب الأنبياء كفر، إنكار معرفة من الدين بالضرورة كفر، بل لا سب المسلم فسوق. الصحابة مسلمين ولا مش مسلمين؟ أنبياء ولا مش أنبياء؟ طب ما احنا بنقول سباب المسلم فسوق يا سيدي، الحديث كده صحيح، سباب المسلم فسوق. يبقى الشيعة مش كفار لأن بيسبوا أبو بكر وعمر، لكن ما بيسبوش النبي، لكن فسق، لكن مسلمين فسق. سهلة، ما هو الحديث واضح أصلا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مش الحديث كده؟ لكن سباب النبي كفر، مش كده برضه؟ قال لك وطعنا في الدين لما سبوا النبي وقالوا راعنا ليا بألسنتهم، قال إيه؟ وطعنا في الدين. يبقى سب النبي طعن في الدين، يبقى كفر. وعشان كده واحد سب سيدنا أبو بكر وهو خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم جه وسيدنا عمر قاعد والصحابة قاعدين، ودخل سب سيدنا أبو بكر، فقالوا له اقتله يا خليفة رسول الله، قال ذاك لرسول الله فقط. يعني سب رسول الله بس هو اللي يستحق القتل، أما إحنا لا. هذه كلام سيدنا أبو بكر، هو فاهم إن سباب المسلم في سوق وقتلوه كفر. فالحكاية واضحة، سهلة الحكاية. يعني الكفر إيه؟ أرض واسعة، أرض واسعة، ممكن الناس تكفر بحاجات كتير. أصل في ناس بيتناقشوا من كام يوم كده، دكاترة معانا في أوضة العمليات، يقول لك يكفروا ليه بس ما بيقولوا لا اله الا محمد رسول الله، بيقولوا القران كلام الله، يكفروا ليه؟ هو فاهم ان طالما قال الكلمتين دول وعمل اللي ما يعمل ما يكفرش، لا يكفر. فهمت ازاي؟ انكار معروفه من الدين بالضروره كفر. كنا بنناقش احد اساتذه الجراحه رحمه الله، ان كان تابع ما هو عليه، سنه
سنة 84 في مستشفى العجوزة في العمليات، داخلين نصلي، واستاذنا كبير هو من اساتذه الجراحه الكبار، فبنقول له ما تقوم تصلي ساعه الايه معانا كده صلاه الظهر. ما كانش حد يجرؤ يقول له كده لانه كان يعني لسانه صعب. فانا قلت له بقى استبيعت كده، رحت داخل فيه قلت له ساعه الايه ما تيجي تتوضى كده معانا وتصلي الظهر، ربنا يكرمك كده حتى يعني نسعد لانك انت تصلي معانا، انا عايز ادخل له كده محلسه. فقلت تعالى هنا. هو ما رضاش بقى يدخل فيا بصلاته عشان شايف دقني يعني، وعارف ان الجماعه اللي بتقوم دول قد يكونوا ارهابيين. قد يكونوا يعني. فالمهم قال لي تعالى اقعد. الصلاه دي الهدف منها ايه؟ قلت له عباده ربنا وان الواحد ما يعملش الحرام. قال لي انا ما بعملش حرام. ولا باكل اموال الناس بالباطل، ولا بعمل حرام، ولا بسكر، ولا بلعب قمار، ولا حاجه. يبقى الهدف من الصلاه ان انا ما اعملش الحاجات دي. انا ما بعملهاش، فقمت بالهدف منها، فلا ضروره لي فيه. شوف كلامه، أو ده إنكار لما عرف بالدين بالضرورة، ده كفر. الكلام ده كفر. سنة تالتة كلية طب، أحد الأساتذة في الكلية قسم الإيه الحيوان بيولوجي، قسم بيولوجي، بيقول في المحاضرة واسمه مسلم، بيقول أنتوا برضو بتصدقوا إن في نملة تتكلم؟ طب انت بتشرح الدرس، ايه اللي خلاك تقول كده؟ كفر نفسه. يعني بيستهزئ بان ما فيش نمله بتتكلم، وربنا بيقول وقالت نمله. شفت بقى اللعبه؟ او ده كفر. شفت الكلمه دي؟ كفر. فالكفر باب واسع. فهمت ازاي؟ في ناس فاهمه ان الكفر ده يعني طالما بيقول لا اله الا محمد رسول الله يبقى يقول ما بدا له. لا. الامام ابو حنيفه قال من قال لعمامه العالم عميمه عميمة يقصد التحقير كفر. ده نص الإمام أبو حنيفة، وهو من أخف الناس على فكرة في تكفير الناس، الإمام أبو حنيفة. يعني من قال للعالم لعمامة العالم عميمة يقصد التحقير كفر، لأنها رمز للشرع الشريف، رمز لحامل الشرع الشريف. فهمت إزاي؟ ويقاس عليها الاستهزاء بأهل حفظ القرآن، أهل القرآن. فهمت إزاي؟ يقول لك ان انت هتطلع بقى فقي تحفظ قران فقي عشان تاكل فته. في ناس بتقول كده. هذا الاستهزاء كفر، لان دول صفوه الامه. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فاللي بيستهزا من اهل القران يكفر، كانه استهزا بالقران. فهمت بقى المساله؟ فالكفر بابه واسع، الكفر بابه واسع. يجي يقول لك مثلا البعث، انا مقتنع ان في بعث بس روحاني وليس جسماني. كفر. من قال ان البعث روحاني وليس جسماني كفر. شفت قد ايه بقى؟ ولو قعد يصلي ويصوم ويروح يحج ويقول لبيك اللهم لبيك وشغال. واضح؟ يبقى الكفر باب واسع، فربنا ينجينا منه ويضيقه امامنا ونفر منه. اللي ما عندوش فكره يتعلم، لكن المشكله احنا اصلا ما بنكفرش، خد بالك. يعني مثلا واحد قال حاجة من أفعال الكفر، نقول أن هذا الفعل كفر أو هذا القول كفر، وبعدين نقول له تعالى نفهمه. فإذا تراجع ولا أنا ما أقصدش ده، أنا بحترم الإسلام وبحب نبي الإسلام وبحب المسلمين وأحترم المصحف، أنا ما أقصدش، خلاص. يبقى اللي عمله ده كان في صورته كفر وليس كفر. هو ليس بكافر لأنه ما كانش يقصد كده. لكن واحد بيحتقر علماء الدين لكونهم علماء في الدين، شوف قد ايه. تيجي تقول له بس دول علماء الدين اللي حملوا الشرع الشريف، دول حفاظ القران، يقول لك انا اصل دول. الله بقى. لو يقول لك لا انا اصل حكام السلطه دول اللي هم بيبتغوا بعلمهم المناصب والتزلف لحكام المنافقين ومش عارف، ما اقصدش اهل القران. نقوم نقول له كده انت اسات الظن بالمسلمين وهذا ليس بكفر. لكنه اساء الظن برضه بالمسلمين، اعتبر ان العلماء دول بيتزلفوا للحكام وهو يعرف انهم بيتزلفوا وانهم بيتزلفوا. يبقى هو بس ظن سيء بالمسلم، لكن ليس بكفر. يبقى ايه لما تراجعه واستمر، زي ما راجعوا بعض الناس في قضيه الحجاب واستمروا على انكاره. فهمت ازاي؟ وبعدين عدوها زي ما بيعدوا حاجات كتير. فده يعني كفر. مش سهل يعني. يعني مش معصيه يعني.
يعني الزنا اهون. شوف قد ايه اللي بيزني وعارف انه بيزني وضميره مأنبه اخف عند الله من الكافر. شفت قد ايه بقى؟ دي مساله مش سهله. الرسول قال وان زنى وان سرق، يعني المسلم، لان ده معصيه. في فرق بين المسلم العاصي وبين الكافر، فرق كبير كالفرق بين السماء والارض. يبقى قطع الرده هي قطع الاسلام اي استمراره ودوامه، يعني قطع استمرار الاسلام ودوامه. وقوله بقول او فعل او اي او عزم، فالاول كان يقول الله ثالث ثلاثة، والثاني كأن يسجد لصنم، والثالث كأن يعزم على الكفر غدا. ومن ضمن الكفر برضه سب العرب. سب العرب كفر. يقول لك العرب جرب، تقوم تقول له ايه العرب جرب يا ابني؟ ده فيهم رسول الله، ده هو سيد العرب. يقول لك لا استغفر الله، انا ما اقصدش، انا قصدي العرب بتوع اليومين دول بس. يبقى ده مش كافر لكنه فاسق، لأنه سب العرب، والعرب فيهم الأولياء والصالحين والعلماء والأكابر وسباب المسلم فسوق، يبقى فاسق ما بقاش كافر. لكن التاني يقول لك آه يا أخي ولو، الله ولو ده يبني فيهم رسول الله يبني، يقول لك ولو، الله ولو، يبقى كفر. فهمت بقى المسألة؟ وزي برضو القاضي عياض لما واحد شتم واحد قال له يا ابني 60 كلب. دي اللفظ ده كتير على ألسنة الناس، لما يجي يتخانق معاه يقول له يا ابني 60 كلب. القاضي عياض كان قاضي، فلما عرض عليه القضية قال أنه يكون قد سب نبيا لا محالة، لأن لو بصينا في أجداده 60 جد لابد هنعدي على نبي لا محالة، لأن إحنا أولياء الأنبياء، مش كده برضه؟ إذا كانوا الناس دي كلها من إيه، العرب كلهم ومن من من سام ابن نوح، اسمهم ساميين كده برضه، وسام ده مش ابن النبي. طب وايه عرفك ما يمكن بينك وبين سيدنا نوح اقل من 60 جد، مش كده برضه؟ وبعدين بين سيدنا نوح وسيدنا رسول الله مش كتير، انبياء كتير، ايه عرفك ما يمكن تصادف نبي من الانبياء؟ شفت ازاي؟ لدرجه ان رفع القضيه واعتبر اللي قال واحد يا ابن 60 كلب اعتبرها في قضايا سباب الانبياء. شفت ازاي بقى الناس يعني هقول لك حاجه، الواسطة بيني وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 جد. يبقى اللي يقول يا ابن 60 كلب ده يبقى معناه ايه؟ دخل مين فيهم؟ مصر فيها على الأقل 8 مليون من الأشراف المنسبين، 8 مليون ماشيين على وجه مصر أشراف منسبين. فلما ده يتشتم في السوق كده ويتقال له يا ابن 60 كلب ده، مش يبقى شتم النبي في وسطهم؟ صح ولا لا؟ يبقى القضيه مش سهله، يبقى القضيه مش سهله. ده ايه؟ 8 مليون معروفين النسب، واللي مش معروف النسب من الاشراف اكثر. ناس كتير منسبه وضاع منهم النسب، ما يعرفش يثبته لكنه ضاع، لكن توارثه عن اجداده. يقول لك يا ابني احنا كنا من الاشراف، يا ابني امه قالت له كده، وابوه قال له كده، وجد ابوه قال لابوه كده، وجد جد ابوه قال، لكن معهمش الناس، فقد يكونوا اشراف. طب وفين سلالة ستنا زينب؟ مش منسبين دول؟ ستنا زينب مش عاشت في مصر وانجبت اولاد، والاولاد دول زمانهم دلوقتي ولادهم يعملوا قرى كامله في مصر، صح ولا لا؟ واشراف، لكن مش منسبين، مش معروفين، صح ولا لا؟ اللي منسبين ومعروفين النسب اللي هم سلالتهم لسيدنا الحسن وسيدنا الحسين بس. فهمت ازاي؟ وكثير من المنسبين لسيدنا الحسن والحسين مش معروف نسبهم كان، ضاع منه. طب وفين المنسبين السلاله الزينبيه بقى؟ هاتها لي، ما تعرفها. يعني بالعربي كده مصر اذا كان فيها 70 مليون مش اقل من 25 مليون منسبين ماشيين في الشارع كده. قد يكون منهم واحد كان ناس، وقد يكون منهم شيال، منكم من اللي بيجمع لك الجزوه، اللي بيبيع لك الخضار، اللي بيجيب لك الجورنال الصبح، اللي ركبك التاكسي الصبح وسألك التاكسي ووصلك شغلك، كل دول قد يكونوا من أهل المنسبين. فإزاي تشتم الناس والمسلمين؟ هو ربنا أخفى هؤلاء في وسط الأمة عشان الأمة كلها تحترم، تبقى على دماغك. شفت بقى؟ عشان ربنا عايز يأدبك، تقوم ما تشتمش حد. ده الإنسان ساعات يحرم حلاوة العبادة علشان هو ماشي كده سايق العربية، واحد كسر عليه قام قال له يا ابن الكلب، ويطلع الشتم، وده طلع ولي.
تبص تلاقيه يحرم حلاوة العبادة سنوات لأنه سب ولي. شفت الخطورة بقى؟ هو أصلا لما كسر عليك ما كانش يقصد يأذيك، ده لأنه في واحد تاني كسر عليه. فهمت ازاي؟ هو ما يقصدش يأذيك، تروح انت شتمه. في ناس طول ما هي سايقة العربية قاعد يشتم في فلان وعلان، وده كسر عليه وده عمل اداله كلاكسو، مش كده برضه؟ يعني أنا مرة كنت ناسي النور العالي بتاعي وراجع من العيادة تعبان بالليل وناسي النور العالي خالص، بصيت لقيت واحد يقول لي يا حمار. طب جزاك الله خير. طب شوف اللسان الزفت، بتحصل ولا لا في السوق طول ما انت ماشي في الشوارع؟ بتحصل ولا ما تحصلش؟ حرام. وعشان كده الناس يقول لك احنا ليه محرومين حلاوه الذكر والعباده؟ من السباب واللسان الزافر اللي طول النهار عاملينه على بعضنا. فهمت ازاي؟ يجي واحد يدوس على رجلك تتف في وشه وتضربه وتديله مش عارف ايه، ويجي يشتمك تشتمه بابوه اللي خلفوه، وبعدين في الاخر يطلع من ولاد ستنا زينب. يا للمصيبه، هيجي لك يوم القيامه لو ستنا زينب جايه بتدافع عنه، هتروح فيها فين دي؟ سبيت ابنها. شفت بقى ازاي الحكايه مش سهله؟ يبقى امه النبي دي كلها محترمه بالعربي كده، لان ان لم يكن منسب نسب جسماني فمنسب نسب روحاني. سيدنا رسول الله قال ايه؟ سلمان منا آل البيت. قال سلمان منا آل البيت وهو فارسي. يبقى كل تقي منسب. شفت بقى؟ وسعنا الحكايه. فهتبص تلاقي كل المسلمين منسبين يعني. طب ومين اللي مش منسب؟ قليل الادب المجرم اللي لسانه زفر، هو ده اللي مش مناسب. فهمت ازاي؟ يبقى انت عايز تفضل منسب تحترم كل الناس، لان كل الناس احترمتك وتعيش في امان كده. اذا كان الرسول بيقول من سببت له عرضا فهذا عرضي، فالايه؟ فليتقد منه. ده النبي صلى الله عليه وسلم خايف لحسن يكون سب حد، وهو نفسه دعا وقال اللهم اني بشر اغضب كما يغضبون، فما سببت احدا وكان ليس اهلا للسباب فاجعلها له رحمه يا رب العالمين. شوف حتى ايه يعني الرسول كان حتى رحيم بعباده، حتى لو قال كلمه بسبب غضبه على بعض امته كده فسبه، دعا ربنا قال له يا رب اقلبها السبه دي لرحمه. وعشان كده يقول له ثكلتك امك يا معاذ تتحول الى رحمه، يعني ربنا يطول عمرك. مع ان هو بيقول له ايه؟ ربنا يا رب امك تفقدك، مش كده؟ يعني يا رب تموت. ثكلتك امك يعني يا رب تموت. بدعوة النبي تتحول إلى إيه؟ إلى دعاء بطول العمر. هل أنت فكرت الحكاية دي بينك وبين ربك تقول كده وأنت عندك عيال؟ تقول يا رب إذا غضبت على أحد أولادي يا رب وشتمته ولا دعيته، اجعل هذه الدعوة له خير وبركة. يعني نفذها بالعكس يا رب. فكرت أنت تعملها لأولادك؟ مع إن الرسول الله أرحم بالناس من آبائهم. شفت بقى؟ ومن أمهاتهم. عرفت إن هو رحمة للعالمين ولا لأ؟ رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فنبطل قلة أدب وسفاقة وبجاحة، واخد بالك، وبذاءة، لأنها بتعمل مشاكل كبيرة في علاقتك بينك وبين ربك، وعلاقتك بينك وبين الناس، وعلاقتك بينك وبين رسول الله. لأن هتأتي يوم القيامة اللي أنت سبتهم دول كلهم خصماء لك يوم القيامة، ويجي الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى خصمك معاهم. إزاي؟ وأنت عارف اللي يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج اللي هو المفلس، وبعدين قد سب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته اليهم عشان يرضيهم ربنا. يلاقي واحد، يلاقي الراجل اللي انت شتمته ده وكان سايق العربيه وانت ما تعرفوش، يجي لك يوم القيامه يوم ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول له الجدع ده بنى مسجد مكلفه 20 مليون جنيه وحج لي 20 حجه وكلها كانت حاجات مقبوله، تسامحه ازاي؟ يقول له اخد يا رب ال 20 حجه بتاعتك. عشان طب انا هاخد الجامع اللي بنى ده ثوابه. فتلاقي نفسك قاعد بتتملص من ايه؟ من اعمالك. كل ده عشان انت ايه؟ شتمته عابرا كده وجريت. تضيع منك اعمال كثير، والاغتياب برضه. اللي بتغتابه وتجيب سيرته ياخد حسناتك يوم القيامه عشان يرضى عنك، هياخد حسناتك. شفت قد ايه؟ عشان يعني يرضى عنك ويسامحك، لانك انت مش هتدخل الجنه لما كل الخلق دول يسامحوك. يعني ربنا قد يسامحك فيما بينك وبينه، ولكن لا يسامحك حتى يسامحك الخلق فيما بينك وبين الخلق. شفت قد ايه بقى؟ الحكايه مش سهله، فالحكايه صعبه قوي. وعشان كده احسن حاجه تخلي لسانك ايه؟ في فمك. فهمت ازاي؟ يعني بيقول لك ايه؟ فك كفيك وكف فكيك.
أضمن لك الجنة. فك كفيك يعني تصدق، وكف فكيك يعني ما تتكلمش في سيرة الناس، أضمن لك الجنة. مش كده برضو؟ يعني فك كفيك وكف فكيك، والحكاية كلها حروف واحدة بس ترتبها بترتيب يناسب الشرع الشريف. فالناس مش واخدة بالها طول ما هي النهار قاعدة تشتم في بعضها وتأذي بعضها وتغير دم بعضها، وفي الآخر يقول لك احنا بنصلي مش عارفين حلاوة الصلاة، ولا لاقين حلاوة العبادة، ولا لاقين الدعاء يستجاب. ما انت اللي جايبه لنفسك. هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ولسنتين؟ فهمت بقى المسألة؟ لكن امتى تسامح الناس وتعفو عن الناس وتحاول تعرف ان الحلاوة كلها في المسامحة، الحلاوة كلها في الدين في المسامحة. بل المسلم ليس اسمه مسلم إلا أن يسلم الناس من لسانه وإيده. لكن الناس قاعدة تعض في بعضها بحق وبغير حق، ده حتى بالحق يقول لك فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف، ده حتى اللي قتل لك قتيل وربنا حسك على عفو، حتى شوف قد إيه، ده قتل لك قتيل وربنا بيحسك على عفو، فما بالك هو لسه ما قتلكش قتيل، ده هو كل الحكايه بس داس على رجلك، وقف قدامك في الطابور، كسر عليك بالعربيه، عايز ياخد الدرجه يترقاها وانت ما تتاخر عنه شويه، ما ادريش حاجه، اديها له يا عم، دي دنيا، ولو شفت الدنيا وعرفت حقيقتها كل واحد ياخدها منك تحمد ربنا لانه خد حيه. تصور انت بقى في حيه جايه تقرصك، واحد جاي راح واخدها حطها في حضنه هو، ونمت انت امن، تبقى تزعل منه ولا تبقى حابب جميله؟ اهي الدنيا حيه تسعى، واللي عايز ياخد منك الدنيا ويحضنها في قلبه بيحميك منها وبيضر نفسه، يبقى تزعل منه ليه؟ بص للدنيا النظره الصحيحه تقوم تبطل التكالب عليه، واخد بالك، ومعاداه الخلق، يقوم يفرغ قلبك لطاعه ربك، ما يبقاش في عداوه للخلق، تقوم ما تيجي تصلي مش مشغول بعداوه الناس اللي قاعدة تشتت قلبك. فهمت بقى المسألة؟ والحاجات دي كلها مهمة، وإن كان لم تذكر في كتب الفقه، لأن كتب الفقه بحثت في صحة العمل وبطلانه، ولم تبحث في قبول العمل وإيه ورفضه. فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على فصل في عدد ركعات الصلاة يوم السبت القادم، والسبت اللي بعده إن شاء الله هيبقى إجازة حتى السبت 17/1 نبدأ إن شاء الله بإذن الله. فهناخد أجازة السبت اللي بعد القادم ابتداء من السبت اللي هيوافق 23/12، يبقى سبت 23/12 و30/12 و6/1، كل دول أجازات. وبعدين نبتدي في السبت إيه 12، هيبقى كام؟ 13 13/1 إن شاء الله رب العالمين. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. احنا هقول لكم يعني مش مهم نسجل دي، احنا كان عندنا بواب في الفصل بتاعنا في المدرسه بتاعتنا الثانوي، كان اسمه الحاج عبد الهادي، حاج عبد الهادي الشريف، كان فراش المدرسه، هو اللي بيكنس الفصول وهو اللي بينظفها، وطول النهار ماسك الجردل والممسحه، وهو من الاشراف. واحنا في ثانوي في مدرستنا، مدرسة البدرشين الثانوية، الحاج عبد الهادي الشريف اسمه كده، وكان هو الوحيد اللي مربي دقنه في الستينيات في مصر يمكن كلها، كان في الستينيات كل الناس حليف لحم الا الحاج عبد الهادي ده، كان وشه منور ويقعد يكنس المدرسة ويمسح المدرسة وينظفها، ويقعد في أوضة الفراشين عنده سبحة جميلة كده منورة طول النهار قاعد يصلي على النبي. راجل كان ولي وهو فراش المدرسة، شفت ازاي؟ هو ده من الاشراف، من اشراف مين؟ من اشراف العريش، يعني نسله منسب، هو من اشراف العريش، جامع المهاجرين في 67 لما هجروا ناس كتير وجم بقى على البلاد المختلفه من السويس ومن العريش ومن رفح ومش عارف من بورسعيد ومن الاسماعيليه، جه هو مع المهاجرين وقعد هناك وما كانش فاقد عمله، وكان عنده 5 عيال، انا اعرف عياله لحد دلوقتي، وعياله كبار دلوقتي في جيلنا احنا. أو ده مثلا مين كان يعرف إن ده بقى من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونسله معروف جدا جدا كده بالاسم، سلسلة نورانية كلها. فهمت إزاي؟ هو فراش. عشان كده احذر المسلمين دول أحسن تقال أوي، خد بالك تحذرهم.
ده كان نظر المدرسه بتاعنا، كان يخاف منه، يخاف يزعله. هو اصلا ما كانش يحب يزعل حد، كان يخاف يزعله، ما كانش يناديه الا يقول له حاج عبد الهادي، حتى لو عمل اي حاجه ما يسيبوه الحاج عبد الهادي ده، ما حدش يقدر يكلمه. ليه؟ الراجل كان شكله كده منور لوحده. فما تفتكرش انك انت علشان يبقى يعني من آل بيت النبي يبقى لازم يبقى وزير ويبقى مش عارف، لا، ده ممكن يبقى راجل واقف في الشارع كده بيبيع كوكاكولا، بيمسك بتاع كده بيلمع احذيه، هو من اشراف. شوف قد ايه، خد بالك. انا كنت بعمل عمليه لواحد من الاهل المني، شاب عنده 40 سنه جاي لي احمد ماهر، وراجل شكله فقير غلبان خالص، فبيقول لي في وسط الكلام كده لما الان يعني بدأنا بتاعه كده، بيقول لي تعرف يا دكتور يسري، انا من الاشراف والله، انا نسلي هو جدي هو جدي هو جدي هو جدي، وجاب لي ورقه قد كده. قلت يا دي المصيبه يا ابني، تعالى اقعد جنبي يا ابني مكاني. فاللي يشوفه في الشارع يفتكره بني ادم عادي، ممكن تلاقيه في الشارع تشتمه لو داس على رجلك ولا مش عارف. فخد بالك، امه النبي دي غاليه، ما تحتقرش حد ابدا. عم رمضان البواب بتاعنا في المنيا ده كان راجل ولي، كان يشوف الرسول في الرؤيا، وكان طول النهار قاعد يمسح العماره، وطالع يجيب الخضار للناس ويجيب الطعميه ويجيب مش عارف ايه، وقضى عمره كله يقضي طلبات الناس، واخد بالك. وكان راجل ولي، يشوف الرسول في الرؤيا كثير، وكان يحفظ البرده وهو لا يبيد القراءه والكتابه، ما يعرفش يقرا ويكتب، حافظ البرده لانه كان بواب في السيده زينب بعد 20 سنه، وكان يصلي الفجر في السيده زينب ويقعد مع الناس اللي بيقروا البرده، فحفظها عن ظهر قلب بالتلقي كده والسماع. وكان بواب العمارة وهو سيد العمارة، شوف هو كان سيد العمارة، فهمت ازاي؟ فالواحد ما تفتكرش أمة النبي دول أي حاجة هلافيت كده، اللي بيستهتر بيهم دول الكفار الأمريكان، يستهتروا بيهم زي ما عايزين، مش عارفين قيمتهم، لكن المسلم لازم يعرف قيمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. بس سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.